بتكسب كام من اليوتيوب؟ شاهين كوتش الكارير. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ الفيديو بتاع النهارده كيو ان اي، الهدف منه ان احنا نرد على الاسئله والتعليقات بتاعت حضراتكم، لان دي من الحاجات اللي بتهمني جدا. فجزاكم الله خيرا على الدعم والتعليقات الجميله اللي بشوفها طول الوقت. الحمد لله انا بقرا كل التعليقات بتاعت حضراتكم والاسئله كلمه كلمه، وعشان كده قررت ان احنا الفتره اللي جايه هيكون في فيديوهات من وقت للتاني الهدف منها بس ان احنا نرد على التعليقات بتاعتكم. وخلينا نبدا بواحد من اكتر الاسئله اللي بتتسال، مش ليا بس لكن لكل الناس اللي بتعمل محتوى على اليوتيوب، وهو بنكسب كام من اليوتيوب. خليني اقول الاجابه اللي ممكن تبقى صادمه لبعض الناس، والناس ممكن ما تكونش متوقعاها. انا بالنسبه لي ما كسبتش ولا جنيه لحد دلوقتي من اليوتيوب، وده لاسباب كتيره جدا، من ضمنها ان انا عندي تقريبا مشكله في القناه بتاعتي، حاجه فنيه يعني، بسبب التعديلات اللي كانت بتعملها يوتيوب في وقت من الاوقات. ولو تفتكروا الفتره اللي فاتت انا كنت فتحت باب الدعم المادي للقناه على منصه اسمها باتريون، واجابه على السؤال احنا بنكسب كام او الناس عموما بتكسب كام من اليوتيوب، ده طبعا بيختلف من حد للتاني وعلى حسب نوع المحتوى والناس اللي بتتابعك بتكون من انهي بلد وحاجات كتيره جدا. ونصيحه لكل الناس اللي عايزه تبدا قنوات اليوتيوب بتاعتها، لان اكيد السؤال ده بيبقى دايما من الناس عايزه تبدا، بلاش تبدا القناه والهدف الاساسي هو الفلوس. اهم حاجه تفكر فيها وانت بتبدا القناه بتاعتك هي الفاليو او القيمه اللي انت هتبقى بتقدمها للناس، والفلوس كده كده هتيجي بعدين، لكن بلاش هي تكون الهدف الاساسي، لانه لو الفلوس هي الهدف الاساسي اوعدك مش هتكمل. وبمناسبه الدعم المادي او الكراود فاندنج، كان في حد بيسال بيقول هو انتوا ليه بتفتحوا باب الدعم للقناه وانتوا بتكسبوا فلوس من اليوتيوب؟ خليني اقول لك ان كتير من الناس اللي بتفتح باب الدعم للقنوات بتاعتها على اليوتيوب عاده بتبقى زي حالتي كده، نفسها تتفرغ لليوتيوب والمحتوى اللي بيفيد الناس. وطبعا بالفعل الناس بيبقى عندها شغل تاني او كده، زي حالتي انا اوريدي شغال في التدريب والتطوير، وطبعا ليا دخل كويس وكل حاجه، لكن ما عنديش ميزانيه احطها في ادوات التصوير، واللي هي بتبقى حاجات غاليه جدا، وخصوصا لو انت متجوز وعندك اولاد زي حالتي، فبيبقى الموضوع مع المسؤوليات مختلف جدا. فدي حاجه بتتعمل للناس اللي بتؤمن باصحاب القنوات اللي بيقدموا محتوى فيه قيمه، فبيبداوا ان هم يدعموهم عشان يتفرغوا اكتر للمحتوى اللي هما بيقدموه يفيدوا الناس اكتر. في حد بيسال انا هخلص ثانويه عامه وعايز اعرف اعمل السي في بتاعي ازاي؟ ان شاء الله في فيديو قريب جدا عن السيره الذاتيه وازاي تعملها. الحاجات اللي بتبسطني جدا لما بتسالوا عن حاجات انا بكون بالفعل شغال عليها، يعني بحس انه في تواصل ما بيننا وانسجام كده. يارا بتقول احنا ثانوي ومش عارفين نعمل ايه ونختار ميولنا ازاي، ده الفيديو ان شاء الله اللي احنا هننزله بكره او بعده باذن الله، دعواتكم يعني يخلص وينزل بدري ان شاء الله. اسلام بيقول انا خلصت ثالثه اعدادي ومجموعي عالي ومستخسر اخش بيه ثانويه عامه، تنصحني بايه؟ صدقني ما تستخسرش المجموع وادخل ثانويه وحاول ان انت تجتهد، وان شاء الله ربنا يكرمك، لانه في الاخر ايا كان هتعمل ايه في الثانويه ان شاء الله ربنا يكرمك وتخش كليه كويسه انت بتحبها، ودي اهم من كل حاجة عشان تقدر ان انت تنفع نفسك وتنفع الناس ان شاء الله. مها ووسام سؤالين ورا بعض عن الكتب، وايه اكتر كتب تنصحنا نبدا بيها واثرت فيك؟ انا من اكتر الكتب اللي بنصح بيها الناس دايما في كتابين، في كتاب اسمه The Strategies of the Prophet صلى الله عليه وسلم، والكتاب ده من الكتب الحلوه جدا. كتاب تاني اسمه The 7 Habits of Highly Effective People او العادات السبعه للناس الاكثر فاعليه، وده كان من الكتب اللي ليها اثر كبير برده في حياتي في حاجات بدات اخدها وخطوات ايجابيه وهكذا. اسماء بتقول انا في السنه اللي قبل الاخيره في طب ومش حابه المجال وعايزه اغير ازاي؟ نصيحه لو الموضوع كبير قوي كده بلاش تنتظري تعليقات من حد على اليوتيوب ايا كان، حتى لو هو حد متخصص في الرحله المهنيه. انا مقدر ان انت بتساليني عشان ده تخصصي، فانصحك تروحي الكارير كوتش، مش شرط انا، ممكن تروحي لاي حد تاني لو في حد تاني بتثقي فيه اكتر او كده. الكيسز او الاختلافات ما بين الناس كبيره جدا، مش كل حد بينفع معاه نفس الحل، وخصوصا في الرحله المهنيه. المهم ان انت تهتمي، لان دي حاجه من الحاجات المهمه جدا في حياتنا يعني. احسن استغلال لاجازه الصيف بعد الثانويه العامه، اهم حاجه نرتاح من ضغط الامتحانات، فضي دماغنا خالص عشان نركز للفتره اللي جايه بتاعه التنسيق اللي هنختار فيها الكليات. وطبعا لو في اي وقت فراغ نحاول ان احنا نقرا فيه او نعمل حاجات من الحاجات اللي كنا نفسنا نعملها ايام الامتحانات ومش عارفين نعملها. ونصيحه لكل الناس اللي في اجازه الصيف دلوقتي، حاول تستغل الوقت بتاع الاجازه ده، ان هو وقت من الاوقات اللي ما بتتكررش في السنه كتير، وبيبقى فيه وقت كبير جدا ممكن تستغله وتعمل حاجات كتير قوي. اتكلم عن بدايتك ازاي بدات، ان شاء الله هعمل فيديو كامل ازاي بدات وبعمل ايه دلوقتي، ولو انت حابب تشتغل في المجال اللي انا شغال فيه دلوقتي ازاي تبدا وتعمل ايه. هنشوفك في الزقازيق امتى؟ ان شاء الله هاجي لكم قريب والف محافظات مصر كلها ان شاء الله، ودي من الحاجات اللي انا بحبها جدا، لكن طبعا بنستنى دعوه من الناس عشان ده بيسهل علينا ان احنا نسافر وهكذا. انت ازاي ايجابي كده ومبتسم طول الوقت ايه ده؟ فعلا انا ليه مبتسم طول الوقت؟ ومحتواك رائع، شكرا جدا، ربنا يكرمك، ومش عندك مليون مشترك. بص، هو انا الحقيقه موضوع المشتركين ده انا بالنسبه لي
العدد مش هو كل حاجة. يعني ممكن تخش تعمل محاضرة ويحضرها لك 1000 شخص وما يستفادش ولا شخص خالص، وممكن اعمل محاضرة ويكون فيها 500 شخص او 100 او عدد اقل يعني، والناس اللي تستفاد يكون عددها اكبر. اهم حاجة بالنسبة لي الناس اللي تكون بتتابعني دلوقتي او موجودة على القناة تكون بتستفاد، وربنا يعني يرزقنا الاخلاص والقبول في اللي احنا بنقدمه. يعني في فترة 18 ل 25 سنة تنصحنا نعمل ايه؟ دي الفترة اللي الناس المتخصصة في الرحلة المهنية بيقولوا دايما عليها التراي ان ايرور، او الفترة بتاعة التجربة. دي الفترة اللي بيبقى الشخص عنده باور وعنده الوقت ان هو يجرب حاجات كتيرة، سواء شغلانات او اكتيفيتيز او حاجات تانية يعملها في حياته. فجرب على قد ما تقدر، علشان كل مادة وكل فترة بتعدي علينا في حياتنا الاتاحة بتاعة ان احنا نجرب حاجات بتقل، فجرب على قد ما تقدر. ازاي ابدأ حياتي بعد الثانوية العامة؟ هي فعلا ازاي ابدأ حياتي بعد الثانوية العامة؟ الحياة فعلا بتبدأ بعد الثانوية العامة. اشتغل على نفسك على قد ما تقدر، اتعلم واعمل حاجات بتحبها، واقرأ كتير جدا، لان القراءة من الحاجات اللي هتفرقك عن الناس اللي حواليك كتير جدا. ازاي اتعرفت على احمد ابو زيد؟ اتعرفت على احمد ابو زيد كنا في كوميونيتي ميتنج، او في حته كده بيتجمع فيها الناس اللي بتعمل محتوى او حاجه زي كده، واتعرفنا على بعض، ودي كانت من احسن الحاجات اللي حصلت في حياتي لان بحب احمد ابو زيد جدا. زهقت من الغربه وعايز استقر وابدا تحقيق احلامي، والكل رافض القرار ده. مهم جدا تاني لو احنا بنتكلم في حاجه ليها علاقه بالرحله المهنيه او حاجه مصيريه في حياتنا، مهم ان احنا نروح لحد متخصص يساعدنا في ده. لو في حد حابب يحجز كارير كوتشنج سيشن ممكن تبعت لنا رساله وفي حد هيكلمك علشان نحجز ميعاد ونبدا نعمل ده مع بعض. ليه مش بتفكر تعمل كورسات انجليزي؟ عشان انا مش بتاع انجليزي، وكفايه احمد ابو زيد في الانجليزي على اليوتيوب. انا كمان بؤمن بالتخصص جدا، انا راجل بتاع كارير كوتشنج وتطوير ذات ورحله مهنيه، فبحب كل واحد يركز في التخصص بتاعه عشان ننفع نفسنا والمجتمع اللي حوالينا اكتر. اعمل ايه لما اكون مخنوقه ومش عايزه اقعد مع حد على الرغم من ان ده بيضايق اهلي؟ واعمل ايه لو هم مش فاهميني؟ اولا لازم كلنا نعرف ان احنا مختلفين. في حد بياخد الطاقه بتاعته من قعدته لوحده ودي مش حاجه وحشه، وفي حد بياخد الطاقه بتاعته من الناس اللي حواليه ان هو يتواصل مع الناس زي حالاتي. اما بالنسبه لموضوع الاهل، فانا دايما بقول للناس اعتبر نفسك راكب عربيه واهلك محتاجهم يركبوا معاك العربيه دي. مفيش حد فينا اهله هيركبوا العربيه بالطريقه اللي التاني اهله ركبوا معاه العربيه بيها، فمحتاج تدور على الطريقه اللي ينفع تركب بيها اهلك العربيه. بس في الاخر اهم حاجه اوعى تزعلهم، علشان دول من اهم الحاجات اللي ربنا اداها لك في الدنيا. سؤال من الجزائر، انا ضايعه وفي اولى ثانوي مش عارفه اعمل ايه، حياتي متلخبطه. صدقيني ثانوي احنا لسه طبيعي ان حياتنا تبقى متلخبطه، لان احنا بقى دايما بنفكر ايه هنعمل ايه في الكليه وهنشتغل ايه وازاي نفيد نفسنا والمجتمع. فحاولي تشيلي كل الافكار السلبيه من دماغك وركزي على الحاجات اللي انت تقدري تعمليها، وان شاء الله كل حاجه هتوضح وانس ان انت تبداي المجال بتاعك في الكليه، هتلاقي الدنيا بتتطور من وقت للتاني. عندنا افكار كتير عايزين نغير بيها نظام التعليم، نبدا منين؟ ابدا من نفسك، اعمل الحاجه اللي تقدر تساعد بيها الناس اللي حواليك. وهنا اقصد ناس، مش شرط يكونوا ناس كتير، ممكن يكونوا 2-3 في العيله بتاعتي، في اسرتي، تحت بيتي، جيراني، ببدا اركز معاهم، بساعدهم وساعد نفسي ان احنا نعمل حاجه كويسه للمجتمع. ده ان شاء الله هيفرق جدا. ايه الكتب اللي عندك في المكتبه بتاعتك؟ ان شاء الله هنبدا نتكلم عن الكتب اللي عندي في المكتبه الفتره اللي جايه اكتر، واقول لكم ايه الحاجات اللي ارجح ان انتوا تقروها كمان. ايه الفرق بين البابليك سبيكينج واللايف كوتشنج والموتيفيشنال سبيكر، ونبدا فيهم ازاي؟ ان شاء الله ده فيديو لوحده لان الموضوع كبير جدا. كمان في شغلانات تانية بتتداخل مع الشغلانات دي زي الترينر وشغلانه الكوتش وحاجات كتيره قوي، فهعمل لها فيديو لوحدها ان شاء الله. لو في حاجه كنت بحلم بيها وكان نفسي تتحقق وما اتحققتش، زعلان عليها، هل ده يعتبر اعتراض على القدر؟ في آية أنا بحبها جدا في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فاقرأ تفسير الآية دي عشان أنا أقل من إن أنا أقول لك معناها يعني. ونصيحة أنا بقولها دايما لنفسي لما بحس بإحباط أو حاجة وقعت مني ومش عارف أكملها، بجد ما بقاش في وقت إن الواحد يحبط يعني. وبعدين لو أنا فضلت قاعد محبط إيه اللي هيحصل؟ لكن لو بدأت أشتغل وأجرب تاني، حتى لو هفشل تاني وتالت ورابع، مازال في فرصة أن أنا أنجح في وقت من الأوقات يعني. ليه ما بتعملش فيديوهات عن ازاي نبدا مشاريعنا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي؟ ان شاء الله فيديو خاص. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا عارف ان انا في فيديوهات كتيره جدا شغال عليها بس متاخر في ان انا انزلها، لانه التفرغ للمحتوى اللي على اليوتيوب بيحتاج حاجات تانية كتيره،
ومقومات ماديه تانية واللي اوريدي مش موجوده عندي دلوقتي. لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه هبقى مركز جدا ان احنا ازاي نساعدكم في الحته بتاعه الرحله المهنيه والبيزنس وكده ان شاء الله. الناس اللي بتسالني على برنامج كوتش الكارير، انت ليه مش بتعمل حلقات مع الناس زي ما قلت؟ للاسف الناس كتير منها كان اجازات عشان العيد وكده، فان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في حلقات زي ما اتفقنا، وما زال احنا لسه بنعمل حاجات اهو برده ليها علاقه بالرحله المهنيه، فان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في حلقات اكتر. واخيرا عشان الناس اللي كانت بتسال انت ليه ما بتعملش كووتس زي ما كنت بتعمل مع احمد ابو زيد، فالكووت بتاعه النهارده بتاعه اينشتاين، الراجل كان بيقول try not to become a man of success but try to become a man of value. حاول ان انت ما تبقاش دايما بتفكر في النجاح، ايا كان النجاح بالنسبه لك فلوس شهره ايا كان هو ايه، لكن فكر دايما في الفاليو او القيمه اللي انت عايز تقدمها للناس. شكرا جدا لوقتكم واشوفكم على خير ان شاء الله. لو اول مره بتتفرج على فيديو على القناه بتاعتنا ما تنساش تعمل اشتراك، اما بقى لو شايف الفيديو ده فيه معلومات ممكن تفيد حد فدوس على زرار الشير جامد عشان الرساله توصل لاكبر عدد من الناس. سلام عليكم.